المرمى في النادي الاهلي. عايز اكلمك على الجمهور. دايما بيقول الجمهور دايما بيقول ان الجمهور دايما في بالذات في النادي الاهلي هو رقم واحد وليه دور كبير جدا ومواقف كبيره جدا مع الفريق ككل. لكن دور الجمهور مع امير عبد الحميد ايه اللي ما تنساهوش لجمهور النادي الاهلي؟ زي ما انت قلت يا محمد كده، جمهور النادي عظيم، جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى ورا اللعيبه في الحلو في المر زي ما بيقولوا، في الاخفاقات في النجاحات. يمكن افتكر لما في سنه من السنين رحنا كاس العالم للانديه وخدنا ثالث العالم، رجعنا الناس يعني طايره بينا، وكانوا مستنينا في استاد التتش وكانوا مستنينا في المطار. ده في النجاح. لما جينا كان في اخفاق 2008 اعتقد لما رجعنا من اليابان. احنا قبل قبل البرونزيه دي نسخه بقى كنا سادس العالم صح؟ صح، كنا سادس العالم. أي. وبعد كده خدنا ثالث العالم. وبعد كده لما جينا رجعنا تاني ما كانش فيه التوفيق. هي السنه بقول لك عليها دي اللي كان فيها اخفاق، لقينا الجمهور هو اللي كان بيساندنا وهو كان فرحان بينا واحنا فرحانين بيه اكيد. هو كان مستنينا في المطار وشالونا على كتافهم ونادوا الناس كتير جدا واحد واحد. فده حاجه بالنسبه لنا كانت قويه جدا وادانا دافع قوي، لان انت خلي بالك بعديها لعبت كملت دوري، كان ماتش صعب، كان عندك نادي الزمالك، اسماعيلي، ترسانه بعد ما رجعنا. فانت دلوقتي انت محتاج تعالج نفسي شويه، فلان اول ما شفنا الجمهور خلاص الموضوع انتهى. وطبعا كان معانا الكابتن خطيب والكابتن حسن حمدي كانوا معانا ساعتها وقعدوا معانا. ودايما خلي بالك الاداره ما بتشوفهاش غير لما يحصل دروب، ودي ميزه كبيره جدا. بتلاقي انت ما يحصل دروب يبقى محتاج حد يقف جنبك، محتاج حد يشيل عليك الضغوطات دي، وده اللي احنا تعودناه عليه من ساعه ما انا كنت موجود في النادي الاهلي ايام كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب والناس اللي كانت مسؤوله قبل كده طبعا. فده سيستم موجود جوه النادي. فكانوا ساعتها طبعا قعدوا معانا وخرجونا بره الضغوطات دي كلها، لكن وجود الجمهور موضوع تاني خالص. وافتكر في يوم من الايام 2002 او 2002 كان ساعتها كان في الفريق في مركز مش كويس ما يليقش بالنادي الاهلي، فالكابتن خطيب تولى ساعتها المسؤوليه. اعتقد كان ماسك معانا مشرف او حاجه في النادي، وكنا محبطين جدا وكان في ناس هتمشي من النادي. هو جمع الناس، جمع الفريق، وكنا بنبقى قلقانين شويه من الجمهور وهو بينادينا سنه 2002 اعتقد او حاجه، اللي هو الفتره اللي كابتن فتحي مبروك خدنا فيها الكاس. هو كان بيقول لنا روح للجمهور، الجمهور هيقف جنبك، استحمل الانتقادات، استحمل الهتافات، لكن مفيش مشكله خالص. عمرك اتضايقت من الجمهور؟ خالص بالعكس، يعني عمري ما اتضايقت من الجمهور، ولا بالعكس الواحد اصلا كان يعني بيبقى متضايق ومفيش جمهور واحنا بنلعب. يعني انك انت تلعب ومفيش جمهور اعتقد انك انت بيبقى زي الفرح من غير معازيم زي ما بيقولوا. فلازم تلعب وتأدي وتبقى فخور بجمهور كبير زي النادي الاهلي هو اللي بيشجعك. انا افتكر في يوم من الايام الفتره اللي الحضري مشي فيها، انا عايز اقول لك انا لسه كنت اقول لك افكر بماتش المحله، ده اول ماتش انت لعبته بعد ما الحضري مشي صح؟ المحله، وبعد كده دخلت بقى ابو حميد على كاس افريقيا وكاس سوبر افريقي. انت الجمهور لا بس المحله بالذات بتهالي يعني من اول لحظه انت نزلت فيها الملعب وابتديت تسخن، انا عارف انه الجمهور قعد كتير جدا يعني يهتف باسم امير ويشجع امير لفتره طويله. يعني بتهالي حاجه زي كده حتى لو انت جاهز ومستني الفرصه بتهيالي برضو حاجه زي كده يعني تعلي من حالتك ومن تركيزك ومن مستواك في المباراه. بص يا ابو حميد، يمكن مش من الماتش ده بس، من قبليه بفتره. يعني لما انا كنت باجي العب كنت ما بلعبش كتير، فكنت منزل بشارك بشكل يعني على الفترات بقى متباعده وكده. كان الجمهور ده كان عنصر مهم جدا ان انا اخد ثقه كمان. يعني الحمد لله الواحد مؤمن بموهبته، مؤمن بموهبه زمايلي، بالجهاز الفني، بالثقه بتاعتهم، لكن الجمهور في حته تانية خالص. الجمهور بيساند اي لاعب يلبس تيشيرت النادي الاهلي، وبيحب اي لاعب يلبس تيشيرت النادي الاهلي، لان النادي جمهور النادي الاهلي مع النادي الاهلي في ارتباط بينهم. فبالتالي انت كنت بتتشجع من وانت بتنزل، حتى لو ما كنتش بشارك ونازل احتياطي في تسخين مع اي حد ايا كان مين هو اللي كان موجود، الناس بتشجعك. اما قصه ان لما الحضري مشي فانت من النادي بقى مش من الماتش المحله، يعني المعسكر اللي كان قبل المحله كان عندها تمرين في النادي، وجمهور كان لقيتهم مستنيني في النادي قدام باب النادي، وقفوا جنبي وشجعوني واحنا وراك، وغير الجمهور بقى اللي بيمشي اللي بتمشي في الشارع بتقابله، وغير الجمهور اللي جه الاستاد ماتش المحله. انت عارف ماتش محله في محله ماتش صعب، ملعب وجمهور نادي المحله كبير، والاغر ان جمهور نادي جمهور المحله برده طبعا اكيد كان شجع ساعتها. لكن اللي انا عايز اقوله ان جمهور النادي الاهلي بصراحه يعني انا وزمايلي اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي جمهور ليه فضل كبير جدا في اللي بيوصل له يعني.